معصوم يؤكد أهمية دور المنظمة الدولية بدعم العملية السياسية في العراق. وتحالف سائرون يعلن رفضه الدعوات التي وجهت له لحضور اجتماعات تحالف الفتح. قيادي في الفتح يتهم السفير الأمريكي بالضغط على مرشحين وينفي انسحاب أعضاء بتحالف. المحور الوطني يطالب بضمانات مكتوبة وجداول زمنية للتحالف. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اليوم الخميس أهمية دور المنظمة الدولية في تقديم الدعم والمشورة لتطوير العملية السياسية في العراق. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن معصوم استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، وتمت مناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد والمنطقة وبحث تطورات عملية تشكيل الحكومة المقبلة. وأوضح معصوم أن الساحة السياسية تشهد نشاطا مكثفا من قبل الكتل الفائزة لتشكيل الكتلة الأكبر التي سيكلف مرشحها بتشكيل الحكومة المقبلة. أكد شيروان الوائلي مستشار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الخميس أن الرئيس لن يؤجل عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد حتى وإن تعرض لضغوطات سياسية. وقال الوائلي أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أنجز مهمته الدستورية وصدر مرسوم جمهوري بموعد انعقاد الجلسة، وهو الآن لا يملك صلاحيات لتأجيل موعد انعقاد الجلسة سواء تعرض إلى ضغوطات سياسية أو لم يتعرض. من جهة أخرى، اعتبر نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي أن مصلحة جميع دول العالم تكمن في عراق موحد مستقر ذو قرار وطني، مشيرا إلى أن التدخلات الإقليمية كان لها تأثيرات سلبية جدا على الأوضاع في العراق خلال السنوات الماضية. وجاء في بيان لمكتب علاوي أن الأخير استقبل سفير الجمهورية التركية لدى العراق فاتح يلدز، وجرى خلال اللقاء البحث في تطورات الوضع على الساحتين المحلية والإقليمية بالإضافة إلى ملف الحرب على الإرهاب. بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني آلية تشكيل الحكومة العراقية بأقرب وقت. وبحسب بيان رئاسة الإقليم أن الجانبين بحثا الوضع السياسي في العراق. وثمن وزير الخارجية الأمريكي دور البارزاني في العملية السياسية بالعراق خصوصا بعد إجراء انتخابات مجلس النواب، واصفا إياه بالدور المهم. وفي جانب آخر من الاتصال الهاتفي تطرق الجانبان إلى المستجدات السياسية والمباحثات الجارية بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. هذا وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نجرفان بارزاني اليوم الخميس أن انتخابات برلمان الإقليم ستجرى في موعدها المقرر في 30 أيلول المقبل. وقال بارزاني في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين بعد اجتماع مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني: نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني مستعدون للاجتماع مع كل الأطراف. وأكد أنه من المهم جدا أن يكون الكرد متحدين للمشاركة في الحكومة العراقية المقبلة. هذا وتوقع عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنغالي أن تبقى الجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته الجديدة مفتوحة كما حصل بعامي 2010 و2014، بما أشار إلى أن الوفد الممثل عن الحزبين الحاكمين في الإقليم سيصل بغداد يوم غد الجمعة لتقديم ورقته إلى القوى السياسية. وقال شنغالي إن القوى الكردستانية تنتظر حسم القوى الشيعية للكتلة الأكبر وتقديم أسماء مرشحيها لرئاسة مجلس الوزراء، وحينها سيكون موقفنا واضحا بالتوجه للحوار معهم حول تشكيل الحكومة المقبلة، مبينا أن ورقتنا لا تتضمن شروطا أو مطالب بقدر ما تتضمن حقوق دستورية للشعب الكردستاني كان من المفترض تطبيقها من الحكومات السابقة.
كشف تحالف سائرون الخميس عن رفضه الدعوات التي وجهت له لحضور اجتماعات تحالف الفتح خلال الأيام الماضية. وقالت القيادية بالتحالف النائبة هيفاء الأمين في تصريح صحفي لها اليوم إن الأيام الماضية شهدت توجيه دعوات لنا ولتيار الحكمة لحضور اجتماعات تحالف الفتح، إلى أننا رفضنا ذلك، وكان آخرها اجتماع الكتل السياسية في منزل رئيس التحالف هادي العامري. وبيّنت الأمين أن تحالف النواة ما زال لغاية الآن هو الكتلة الأكبر، مؤكدة أننا ننتظر رد الكرد والمحور وحسم موقفهم من أجل الانضمام إلينا. أكد تحالف سائرون اليوم الخميس أن مليونية الغضب التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عبر الصلاة الموحدة في الكوفة تأتي استكمالا للنهج الذي سار عليه راعي الإصلاح. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف قحطان الجبوري في بيان بمناسبة دعوة الصدر لمليونية غاضبة في مسجد الكوفة غد الجمعة أن هذه الوقفة الجهدة عبر الصلاة الموحدة إنما هي استكمال للخطوات الأساسية التي كان قد قام بها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طوال السنوات الماضية والتي زلزلت عروش الفاسدين. وأضاف أن هذه الدعوة وما سبقها من دعوات وإجراءات كانت هي الأساس في أن يحتل تحالف سائرون المرتبة الأولى في الانتخابات النيابية الأخيرة، لأن جماهير شابنا عرفت لمن تعطي أصواتها، مؤكدا أن تحالف سائرون إذ يدعم خطوات سماحة السيد الصدر في كل ما يقوم به من أجل بناء العراق. اتهم القيادي في تحالف الفتح والأمين العام المساعد لمنظمة بدر عبد الكريم الأنصاري السفير الأمريكي بالعراق دوغلاس سيمان بالضغط على بعض المرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية للانضمام إلى جهة معينة دون أخرى لتشكيل الكتلة الأكبر، فيما نفى حدوث أي انسحابات في صفوف أعضاء تحالفه. وأعرب الأنصاري عن استنكاره لما تقوم به السفارة الأمريكية من استخدام أسلوبي الترهيب والترغيب مع بعض المرشحين لتغيير وجهة نظرهم ودفعهم للانضمام لكتل أخرى غير الكتلة التي يسعى تحالف الفتح لتكوينها داخل قبة البرلمان، مطالبا في الوقت ذاته وزارة الخارجية العراقية باتخاذ موقف من ذلك كونه يعد تدخلا بالشؤون العراقية. أكد القيادي في دولة القانون النائب عبد السلام المالكي أن ائتلافه أعلن مبكرا عن وجهة نظره لشكل الحكومة المقبلة بدعوته للأغلبية السياسية والابتعاد عن المؤثرات الخارجية. وقال المالكي إن تشكيل الحكومة المقبلة سيختلف تماما عن سابقاتها بسبب انقسام كتل التحالف الوطني واتحاد القوى والقوى الكردستانية وعدم إمكانية إنكار أو تجاهل توجيهات المرجعية الدينية بشأن مواصفات رئيس الوزراء المقبل، مشددا على أن دولة القانون لم ولن تلبس ثوب المؤثر الخارجي بحسب وصفه. طالب المحور الوطني بضمانات مكتوبة وجداول زمنية محددة للتحالف مع الكتلة الأكبر. وذكر بيان للمحور أن تحالف المحور الوطني بحث مع بريت ماكورك مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون التحالف الدولي جهود تشكيل الكتلة الأكبر وأولويات الحكومة العراقية الجديدة. وأضاف أنه كما جرى خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي، حيث استعرض تحالف المحور الوطني جهود الكتل السياسية وتفاهماتها حول ملف تشكيل الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً. وصف النائب قتيبة الجبوري قرار مجلس الوزراء بالاستمرار في إيقاف عمل مجلس المفوضين بأنه غير قانوني واستخدام للسلطة بشكل يتماشى مع أهداف شخصية. وقال الجبوري إن قرار مجلس الوزراء بالاستمرار في إيقاف عمل مجلس المفوضين مخالف للدستور العراقي الذي ينص على أن مفوضية الانتخابات تخضع لرقابة البرلمان وليس من صلاحيات الحكومة التدخل في عملها، كما أنه يعد خرقا واضحا لمبدأ الفصل بين السلطات وعمل الهيئات المستقلة باعتبار أن مفوضية الانتخابات تم تشكيلها من قبل مجلس النواب وفق المادة 102 من الدستور، وهي مسؤولة في أداء أعمالها أمام البرلمان.
بارك مجلس القضاء الأعلى للفائزين بانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2018 داعيا إلى مراعاة احترام استقلالية القضاء وعدم زجه في المحاور والنقاشات السياسية. وقال الناطق الرسمي لمجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار: إذ نبارك للسيدات والسادة الفائزين بانتخابات مجلس النواب لسنة 2018 وندعوهم في الوقت نفسه إلى مراعاة احترام استقلالية مجلس القضاء الأعلى وعدم زجه في المحاور والنقاشات السياسية الجارية الآن والتي تجري مستقبلا وتحت أي مسمى. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع وعن عمليات تشكيل الحكومة وكذلك المحاور في بين الكتل السياسية، ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي السيد واثق الجابري. سيد واثق، أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا بك، حياك الله في نشرة أخبار قناة سامراء. بداية، ماذا عن تشكيل الكتلة الأكبر وهل هي أصبحت معقدة نوعا ما؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدك الكرام. أكيد اليوم يعني ما يدور في الفضاء الوطني، الفضاء الإعلامي يعني من قوى سياسية، يعني معظم الكلام هي يعني نوع من البالونات الاختبار بين القوى السياسية، كل قوة من جانب تقول أنها ستشكل الكتلة الأكبر وأن جمعنا هذا الرقم، بين تقول جمعنا بحدود 200 مقعد أو كذا وغيره، من يبدو أنها يعني خرجت من نطاق العقلانية والموضوعية، ويعني حتى يبدو أن المفاوضات بدأت تأخذ منها آخر، وحتى نوع من بدأ الصراع يظهر واضحا يعني بين القوى السياسية أنها لم تتقارب على أساس مشروع ولم تتقارب على أساس برنامج، بل يبدو أن كل كتلة تحاول أن تسعى أو تسابق الآخر بوقت أسرع من أجل الظفر بالحكم أكثر مما هي تحقيق مشروع أو تحقيق خدمة أو تحقيق مصلحة وطنية. طيب، الخلافات والانسحابات التي يتهم بعض أصحاب الكتل الكبيرة أو قطبي الكتلتين في بغداد البعض الآخر، هل هي ضغوطات نفسية أم أنها ضغوطات سياسية خارجية حسب ما ادعى البعض منهم؟ يعني إذا كنت تقصدون يعني انسحابات نواب من هذه الكتلة والاتجاه إلى كتلة أخرى، أنا أعتقد يعني اليوم الناخب هو شريك أساس بالنسبة للنائب، وعلى النائب لا يتفرق أي شيء بدون استشارة الناخب، يعني اليوم الناخب اختار كتلة واختار برنامجا وربما تقاطعت مع كتلة أخرى، أولا لا يحق للنائب الانسحاب من كتلته والتحول إلى كتلة أخرى، ثم يعني أن تكون شروط مسبقة بين الكتل السياسية ومفاوضات والحصول يعني الغرض من الحصول على مكاسب، هي يبدو أنها تبتعد عن المشروع الوطني وتبتعد عن الحاجة الفعلية التي يحتاجها المواطن في الوقت الحاضر، والتي يعني كان يعتقد أن القوى السياسية ربما تخطت خطوة إلى الأمام أو تحتاج إلى أن تخطو خطوة إلى الأمام من أجل إصلاح العمل السياسي ومعالجة الفشل الذي حصل طيلة السنوات السابقة. طيب، يعني حسب المعطيات للحوارات بين الكتل السياسية الحالية الموجودة بين الأحزاب في بغداد وكذلك في إقليم كردستان، وبالتزامن مع دعوة رئيس الجمهورية إلى انعقاد مجلس النواب يوم 3 من أيلول المقبل، هل سنشهد إعلان كتلة أكبر أم سوف نرى أغلبية برلمانية ويتم إعلان عن رئيس البرلمان وكذلك تسمية رئيس الوزراء؟ هل سنشهد هذا السيناريو أم أن هناك سيناريو ربما يكون مخالف؟ يعني مسألة الكتلة الأكبر أكيد ستكون هنالك كتلة أكبر، يعني أنت حالة في مجموعة قوى وكان أكثر من الأقل منه ستكون هي هذه الكتلة الأكبر، لكن هل هذه الكتلة بالفعل تحقق الأغلبية البرلمانية، تستطيع أن تختار رئيس برلمان، تستطيع أن تختار رئيس جمهورية ورئيس الوزراء؟ هي هنا المشكلة، يعني هل هذه الأغلبية يعني 50+1 أم 2؟ يعني يمكن التقاطعات وعدم الانصاف من القوى السياسيه جعل العمليات حتى المفاوضات نوع من الدوامه والشيك،
الانسان الصحيحه والصالحه وخادما للشعب العراقي بغض النظر عن نوع التحالفات. يعني اليوم هذه عمليه سياسيه وهي لا شخصها، فمن يتحد مع من يقول انا سوف يعني تقربت من هذه الكتله للاسباب الفلانيه كذا وكذا حتى يقتنع الشارع ويأتي. لكن اليوم يبدو ان الكتل السياسيه يعني غير واضحه وربما هي داعيه بشكل يعني مدروس لاجل التشويش على العمليه السياسيه. فلذلك اليوم لا نعرف حقيقه يعني لا احد يتوقع ماذا يحدث اليوم وماذا يحدث خلال اليومين القادمين. طيب يعني باختصار شديد وبسؤال أخير، كيف ترى المشهد السياسي والضغوطات؟ هل الكفة تميل إلى الضغوطات الأمريكية أم تميل إلى الضغوطات ربما إلى الضغوطات الإيرانية؟ هل هناك ميل كفة عن الأخرى في هذا الجانب؟ يعني أنا أعتقد يعني مسألة الضغوطات هي لا أساس لها، يعني أنا أعتقد أنها تصل إلى درجة السياسية بالفعل هي جادة، يعني لا تميل الى هذه الضغوطات اكثر. يعني اليوم يعني كانما يعني انا قلت في البدايه تحول طرف الى طرف الاتهامات، هذه الطرف يتهم الطرف الاخر بانه تابع للامريكان والاخر يتهم للايراني. ان كان المشروع وطنيا يعني نحن لنا علاقه مع امريكا ومع ايران، لكن المصلحه الوطنيه الاهم على كل سياسي ان تراعيها قبل ان تفكر هذا ما نتمناه، هذا ما نتمناه بأن يكون القرار عراقي قرار عراقي وطني خالص في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. المحلل السياسي السيد واثق الجابري كنت معي ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. سام الرأيات وصلنا جمع التبرعات لإنقاذ أهالي البصرة. استغرب مواطنو قضاء سامراء تجاهل الحكومة المحلية والمركزية صرف تعويضاتهم المستحقة بسبب الأعمال الإرهابية التي طالت المدينة، مشيرين إلى أن القضاء يعاني أيضا من إهمال واضح في مجال الخدمات. تعويضات خلوها بالأخير كل الأقضية والنواحي صرفوا لها إلا سامراء. سامراء أصبحت عبارة عن خراب، عن دمار، عن تحطيم بالكامل، لا شوارع لا بنية تحتية لا أي خدمات للمواطن ماكو. زين شنو السبب؟ بس نريد نعرف من المحافظ ومن رئيس مجلس المحافظة من دون الأقضية هاي القضاء هذا منكوب. تعويضات مقطوعة عن سامراء والمشاريع مقطوعة عن سامراء، شنو سببها؟ سامراء مو من ضمن المحافظات؟ إذا مو من ضمن المحافظات حتى نسويها محافظة إحنا؟ صراحة مدينة سامراء لها خصوصية تاريخية وخصوصية دينية مثل ما يعرف الكثير، وهي القلب النابض لكل العراق. فرجاءنا من الجهات المعنية بمسألة التعويضات النظر في حال هذه المدينة المنكوبة منذ 2003 إلى حد الآن. نتمنى الإسراع بإنجاز التعويضات لأنه أكيد هي مو بطرا أنه الشخص لما يطلب أنه تعويضه عن عملية عسكرية أو ما سواه. مدينة سامراء تستحق الكثير وأملنا كبير بأنه تم خدمة هذه المدينة. هذا وأكد عضو المجلس المحلي لقضاء سامراء مؤنس السامرائي استمرار تسليم التعويضات إلى أهالي قضاء سامراء دون تأخير وبحسب التسلسلات، كاشفا عن وجود إشاعات يستخدمها المعاقبين لغرض استغلال المواطنين. الحقيقة التعويضات محافظة كاملة تشملها جميع الأقضية بالتساوي، هناك أقضية متضادة قبل داعش وبعد داعش، يوجد تسلسل قاعدة بيانات بالتعويضات بالمعاملات. يوجد هناك اشاعات من قبل بعض المعاقبين بانه اذا تحول معاملتك الى تكريت تستلم مباشره او مبلغ عالي، هاي المعلومات خاليه من الدقه، المعلومات تمشي ضمن قاعده بيانات عندنا موجوده من قبل قائمه مقامات سامراء تحال الى تكريت ضمن جداول وضمن قاعده بيانات، فالمفروض على المواطن يتبع السلسله الاداريه لضمان حقه، لا يظل يروح ضحيه لجمع. أكدت إحدى المواطنات من أهالي سامراء وقوف نساء القضاء إلى جانب أخواتهن من أهالي البصرة ومشاركتهن المأساة التي يمرن بها من خلال جمع التبرعات والوصول بها إلى محافظة البصرة.
هذا الموقف اليوم أنا يشجع النساء أكثر من الرجال، اللي هي راح تقول بالبيت أنه إحنا لازم نتحرك ولازم نوقف ولازم نبيض وجه. فكل نسانا ما شاء الله ما دا يقصرون، دا يشوفوا أكو هسه دا تيجي عوائل النساء وأزواجهم دا يجيبون ماي، وأتمنى أتمنى من كل قلبي الكل تسمعنا والكل تتوافد لهذا المكان حتى نطلع طلعة كبيرة تليق بأهلنا بالبصرة. قبل هاي الحملة شاركتوا بحملات؟ شاركنا بهواي اي اكيد، ورحنا احنا اول قافلة طلعت للموصل، احنا 4 نساء طلعنا بيها من سامرة، ورحنا تقريبا 9 مرات، وللبصرة ان شاء الله نروح واحنا الممنونين يعني، وكنا فخر انه نروح للبصرة ونساعد اهلنا ولو بالشيء القليل. يستمر مواطنو مدينة سامراء ولليوم الثالث على التوالي جمع المياه الصالحة للشرب إيمانا منهم في الوحدة الوطنية وشعورهم العالي بمشاركة أهالي البصرة أحوالهم. حقيقة نحن نشد على يد كل العراقيين من الشمال إلى الجنوب لإغاثة وإعانة أهلنا في البصرة. يوجد هناك شيوخ وأطفال ونساء ورجال بحاجة إلى الماء، ونحن إن شاء الله تعالى مستمرين بهذه الحملات، وننادي ونوجه إلى الحكومة أولا وإلى السيد رئيس الوزراء وإلى السادة المحافظين في جميع أنحاء العراق وإلى الشيوخ العشائر إلى أن يحذوا هذه الحذوة لإغاثة أهلنا في البصرة. انطلقت حملة لجمع التبرعات والقنان المياه لإيصالها إلى أبناء مدينة البصرة صامدة. حقيقة يعني هاي إن شاء الله الحملة مستمرة ما تتوقف إلى أن إن شاء الله تنتهي أزمة أهلنا في مدينة البصرة وتنتهي أزمة المياه الموجودة عندهم. حقيقة يعني سامرة معروف عنها وقوفها المستمر مع كافة أبناء العراق يعني عبر التاريخ بداية القرن الماضي يعني أحداث الأربعينيات بعدين أحداث 91 والاحتلال الأمريكي والأحداث داعش، يعني عبر أبناء مدينة سامراء وقوفهم مع أبناء المدن الأخرى. إحنا ما نقول بس سامراء وقفت، لا حقيقة يعني أثبتت المحافظات الأخرى والمدن الأخرى من خلال دعمهم لأبناء مدينة البصرة اللحمة الوطنية، هذا يعبر عن وطنيتهم وحبهم لأبناء بلدهم كافة، يعني ماكو تميز بين فرد وفرد، يعني أخواننا الأكراد أطلقوا حملات، أهل الموصل، أهل الأنبار، ونحث باقي المحافظات أن يشاركون يساهمون بهذه الحملة لإنقاذ إخوانهم في مدينة البصرة. تظاهر العشرات من المواطنين في البصرة الخميس احتجاجا على تردي الخدمات، وقال مصدر إعلامي إن العشرات من المواطنين خرجوا اليوم في تظاهرة بقرمة علي التابعة لناحية الهارثة شمالي البصرة احتجاجا على تردي الخدمات. وأضاف المصدر أن المتظاهرين قطعوا الشارع الرئيسي في المنطقة وقاموا بحرق الإطارات، مشيرا إلى أنهم هددوا بالاستمرار في تظاهراتهم لحين الاستجابة لمطالبهم. من جهتها أعلنت وزارة المالية اليوم الخميس عن إطلاقها 210 مليار دينار لمحافظة البصرة، مؤكدة استمرارها بتمويل المحافظة بالنفقات الاستثمارية والجارية لسنة 2018. وقالت الوزارة إنها أطلقت 210 مليار دينار لمحافظة البصرة من أجل تمويل المشاريع في محافظة البصرة والتي تلبي حاجة المواطنين، مشيرة إلى أن ذلك جاء ضمن توجيهات مجلس الوزراء، حيث أضافت أنها المبالغ هذه توزعت بين 3 مليارات دينار ضمن النفقات التشغيلية لمديرية ماء البصرة لغرض تأهيل مشاريع الماء بالمحافظة، إضافة إلى إطلاق مبلغ 3 مليار دينار من احتياطي الطوارئ من مشاريع البترودولار في البصرة لمشروع ماء أم قصر.
حذرت دائرة بيئة الديوانية من استمرار تصريف مياه الصرف الصحي في نهر الديوانية بعد عطل محطة المعالجة الرئيسية للصرف الصحي منذ فترة، فيما أكدت عدم وجود تخصيصات مالية لإعادة إصلاح هذه المحطة. وقالت مديرة الدائرة ساهرة خليل إن مياه نهر الديوانية تعاني أيضا من الشحة المائية التي أثرت بشكل سلبي على النهر، الذي أدى إلى ارتفاع عنصر الملح والرصاص والفوسفات، وأضاف أن هذه المشاكل بحاجة إلى معالجة من قبل الجهات المعنية والحد من اتساع هذه المخاطر البيئية في النهر. أعلن مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة ذي قار علي صالح الحلو اليوم الخميس عن تسجيل نزوح أكثر من 1000 عائلة من مناطق الإصلاح والفهود والجبايش وسيد دخيل، أغلبهم من مربي ثروة الحيوانية على أثر أزمة الجفاف التي تتعرض لها المحافظة. وقال عضو الدائرة أن هجرة العوائل هذه باتجاه مدن النجف والديوانية وغيرها كونها تشابه بيئة مناطق الأهوار، مشيرا إلى أن أزمة شحة المياه أثقلت كاهل أهالي المناطق المتضررة في توفير مياه الشرب ولحيواناتهم، الأمر الذي دعاهم إلى شراء هذه المياه بمبالغ كبيرة لا يمكنهم توفيرها باستمرار، ما دعاهم للتفكير بالنزوح إلى مناطق أخرى بحثا عن المياه وتوفير الأعلاف. أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم الخميس عن عودة قرابة 3500 نازح من المخيمات جنوب الموصل وشرقه إلى مناطقهم المحررة في نينوى. وقال مدير إعلام دائرة شؤون الفروع بالوزارة ستار نوروز في بيان إن الوزارة بالتعاون مع النقل والعمليات المشتركة نقلت نحو 3356 نازح من مخيمات الجدعة والحاج علي والمدرج وحمام العليل والنمرود جنوبي الموصل ومخيمات السلامية شرقه إلى أماكن سكناهم الأصلية في أقضية تل عفر وسنجار والبعاج ونواحي زمار وربيعة وبادوش، فضلا عن جانبي الموصل الأيمن والأيسر ومناطق العياضية ومجارين والمحلبية والكسك التابعة لمحافظة نينوى. أطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت ما بين 5 و10 ملايين دينار عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني أي الماستر كارد. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أنه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة بواسطة الماستر كارد الدولية لنحو 1515 موظفا. وأوضح البيان أن صرف تلك السلفة تم عن طريق الإبلاغ الموظف عبر إرسال رسالة نصية تخبره بمنحه السلفة، وذلك بعد أن استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه إياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي إليها. قررت وزارة التربية السماح للطلبة الراسبين بالغش بأداء امتحانات الدور الثاني. وذكر بيان للوزارة أن هيئة الرأي في وزارة التربية تقرر السماح للطلبة الراسبين بالغش بأداء الامتحان في مواد الغش في الدور الثاني تقديرا لظروف العراق الاستثنائية. وإلى شأن آخر، حيث أكدت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الديني الخميس ارتفاع موجة الاغتيالات داخل المحافظة، فيما رجحت انعكاس التردي الأمني فيها على العاصمة بغداد. وقالت الديني إن ديالى شهدت مؤخرا سلسلة عمليات اغتيالات طالت بعضها ضباطا في القوى الأمنية خلال الأسابيع الماضية، ما أثار مخاوف لدى الرأي العام خاصة وأنها ارتفعت بشكل لافت وغير مسبوق، داعية إلى ضرورة تقويم المؤسسة الأمنية ومحاسبة مسؤولي القواطع التي تحدث فيها الخروقات. أمنيا، أفاد مصدر أمني اليوم الخميس باستشهاد قائد للحشد العشائري وجميع أفراد عائلته بهجوم لداعش على قرية الخوين جنوبي الموصل.
وأكد المصدر استشهاد قائد الحجر العشائري في قرية الخوين أبو غانم الجبوري مع جميع أفراد عائلته المتكونة من 5 أشخاص وحماية منزله باقتحام عناصر داعش للقرية، مضيفا أن عناصر داعش اقتحموا فجر اليوم القرية بالزي العسكري والأسلحة الكاتمة للصوت. هذا وأفاد مصدر أمني اليوم الخميس بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري يرتدي زي الشرطة الاتحادية مستهدفة نقطة التفتيش تابعة للشرطة الاتحادية عند مدخل ناحية العباسي التابع لقضاء الحويجة غربي كركوك، ما أسفر عن استشهاد عنصرين من المنتسبين وإصابة ثالث. وقال مصدر أمني إن قوة طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل جثتي الشهيدين إلى دائرة الطب العدلي والجريح إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج. أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عن تمكن مفرزة الأمن الوطني في سيطرة الشهيد العميد حسن شلوب أو السدرة من ضبط عجلة نوع براد كيا بينكو محملة بأدوية متنوعة قادمة من محافظة المثنى، وتبين من خلال التدقيق عدم وجود شهادة الفحص الطبي الخاصة بتلك الأدوية. وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي إنه اتضح كذلك عدم ذكر أغلب أنواع الأدوية في تصريح النقل، حيث يعتبر ذلك من ضمن المخالفات الصحية التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المفتش العام في صحة البصرة. وأضاف أنه تم إحالة العجلة مع السائق إلى أحد مراكز الشرطة لاستكمال الإجراءات المتعلقة. أعلنت بعثة الحج العراقي الخميس عن وصول أكثر من 11,000 حاج عراقي إلى أرض الوطن بعد إتمامهم مناسك الحج في الديار المقدسة. وذكرت البعثة في بيان إن عدد الحجاج الواصلين عن البلاد في تزايد، حيث بلغ 11,776 حاجا منهم 6,851 عن طريق البر والباقي عن طريق المطارات. وكانت هيئة الحج والعمرة العراقية أعلنت الاثنين الماضي عن عودة 282 حاجا إلى مطار النجف و 1043 آخرين عبر منفذ عرعر الحدودي. أخبار بلا أسرار. شكرا لك زميلي عبد الله. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. معصوم يؤكد أهمية دور المنظمة الدولية بدعم العملية السياسية في العراق. تحالف سائرون يعلن رفضه الدعوات التي وجهت له لحضور اجتماعات تحالف الفتح. قيادي في الفتح يتهم السفير الأمريكي بالضغط على مرشحين وينفي انسحاب أعضاء بتحالفه. المحور الوطني يطالب بضمانات مكتوبة وجداول زمنية للتحالف. بلوت حياة كادر النشرة، وإلى اللقاء.